في غمرة احتفال الكشفية الحسنية المغربية، عضو الجامعة الوطنية الكشفية المغربية واللي كتحظى بالرئاسة الفعلية للأمير الجليل مولاي رشيد، في غمرة الاحتفال بالذكرى 90 لتأسيسها، طلقت اليوم الاحتفالات الوطنية بهذه الذكرى الغالية، ذكرى مرور 90 سنة على تأسيس أول تنظيم كشفي على الصعيد الوطني اللي هو الكشفية الحسنية المغربية سنة 1933. وقد دشنت هذه الاحتفالات الوطنية بتنظيم ندوة علمية فكرية عشية هذا اليوم حول موضوع العمل التطوعي من الممارسة إلى المأسسة من خلال استحضار نموذج الكشفية الحسنية المغربية وأهم محطة التطوع التي انخرطت فيها الكشفية الحسنية منذ فترة الاستعمار ومنذ فترة الاستقلال كذلك. وهذه الندوة بطبيعة الحال أطرها مجموعة من الأساتذة والدكاترة والأكاديميين المتخصصين في مجال التطوع واللي عرفت يعني تقاسم أفكار وإغناء حول أهمية هذا التطوع داخل المغرب. الندوة كذلك كانت فرصة لتكريم وتتويج مجموعة من الرواد الذين قدموا خدمة جليلة لا للوطن المغرب ولا للكشفية الحسنية المغربية. من طبيعة الحال للأسف الشديد ظروف الندوة خيم عليها حزن شديد بفقدان الكشفية الحسنية المغربية أحد الشباب ديالها البررة قائد ياسير المومني اللي كان جزء وكان واحد من المنخرطين في هذه الندوة وفي الإعداد لهذه الندوة الإعداد القبلي. فنغتنم المناسبة ونيابة عن جميع مكونات الكشفية الحسنية المغربية نقدم تعازينا الخالصة لأسرة القائد ياسير الصغيرة والكبيرة وإنا لله وإنا إليه راجعون.